بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العمدة مختصر في فقه الإمام أحمد من تأليف الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي شيخ المذهب في وقته، له مؤلفات في المذهب، منها هذا الكتاب عمدة الفقه، ومنها المقنع أوسع منه، وهو الذي اختصر منه زاد المستقنع، ومنها المغني وهو موسوعة فقهية في المذاهب الإسلامية من المذاهب الأربعة وغيرها. فهذه أهم مؤلفاته في الفقه رحمه الله، وهذا الكتاب هو العمدة، له شروح، له شروح، منها العدة، شرح العمدة للمقدسي، وقد قرأناه في هذا المسجد من زمان، ومنها شرح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مفقود على ما ذكر، مفقود، ولكن وجدت منه قطع من الطهارة، من الصلاة، من الحج، كلها حققت على أيدي الطلاب الجامعيين، الحمد لله. منها هذا الموضوع صفة الصلاة، ليس كتاب الصلاة وإنما صفة الصلاة فقط، لأن كتاب الصلاة كبير ضخم يحتاج إلى سنين، ما صفة الصلاة فهي مختصر متوسط، ويمتاز بسهولة العبارة وبالتركيز على الأدلة و بالاختصار الوضوح، كما سنجده إن شاء الله، وهو من تأليف هذا الإمام الحبر البحر شيخ الإسلام بن تيمية. فهذا خلاصة في الفقه على الدليل، الفقه على الدليل. وغرضنا من قراءته أن بعض المنتسبين إلى طلب العلم في هذا الوقت أحدثوا في الصلاة أشياء اجتهاداتهم، اجتهدوا فيها، ويكون في بعضها أو في كثير منها غرابة لم يسبقوا إليها، ولكنهم اجتهدوا وفقهم الله، وكما يقول كما في القاعدة ليس كل مجتهد مصيب، وأيضا هم ليسوا من أهل الاجتهاد، ليس كل مجتهد مصيب، هذه في أهل الاجتهاد المؤهلين،
أما من يدعي الاجتهاد وهو ليس عنده أبسط المبادئ من العلوم هذا لا يجوز، يحرم عليه الاجتهاد، يجب عليه التقليد للأئمة أضمن له من الخطأ. أما أنه يجتهد وليس عنده مؤهلات الاجتهاد فهذا ضياع. وقول على الله بغير علم. فلذلك آثرنا أن نقرأ هذه القطعة من شرح شيخ الإسلام على العمدة في صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي بوب عليها الفقهاء المجتهدون، بوبوا عليها فقه الصلاة من الأفعال والأقوال والأركان والواجبات والسنن في الصلاة، لأن الصلاة عبادة عظيمة وهي الركن الثاني من أركان الصلاة بعد الشهادتين. فبعد أن تقرأ كتاب العقيدة تقرأ كتاب الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأنها عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهي العمود التي يقوم عليها الدين. فالذي لا يهتم بالصلاة أو يترك الصلاة هذا ليس له دين، لأنه إذا فقد العمود فقد غيره، ولا ما ينفع البناء ولا الخيام ولا ما ينفع إذا لم تقم على عمود راسخ، على عمود راسخ، وإلا فإنها تنهدم. كذلك الدين الذي لا يقوم على الصلاة دين منهدم لا ينفع. فلا بد أن نعتني بفقه الصلاة حتى نؤديها على الوجه المطلوب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، الباب أصغر من الكتاب، كتاب يشمل أبواباً والأبواب تشمل مسائل، فالباب أكبر أو الكتاب أكبر من الباب، والباب أكبر من المسائل والفصول. نعم. باب صفة الصلاة. نعم. الأصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل في صفة الصلاة، في صفة الصلاة أن تكون موافقة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة بأقواله وأفعاله وتقريراته. فمن مجموع ما ورد عن الرسول وصح عنه في الصلاة تؤخذ صفة الصلاة الصحيحة. نعم. الأصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في صفة الصلاة وإقراره على صفة الصلاة. لا أعد. الأصل في صفة الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله في صفة الصلاة. صلاته هذا الفعل، وإقراره لمن رآه يصلي وأقره على فعله، هذا من صفة الصلاة، فعله صلى الله عليه وسلم وإقرار وقوله إذا أمر بكذا أو كذا في الصلاة. الصلاة صفة الصلاة تؤخذ من مجموع هذه الأنواع من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل في صفة الصلاة
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله في صفة الصلاة، وإقراره على صفة الصلاة. أي نعم. وما يستدل به على ذلك؟ نعم، لأن الله سبحانه أمر بالصلاة في كتابه وفرضها على سبيل الإجمال. الله جل وعلا أمر بالأوامر مجملة في القرآن، ووكل بيانها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر بالصلاة مجملة، أقيموا الصلاة، وأمر بالزكاة مجملة، أمر بالصيام مجملا، أمر بالحج مجملا، فلا بد أن يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تفصيل هذه المجملات، ولا تؤخذ على إجمالها من القرآن. فالله جل وعلا أرسل رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم، أنزل عليه الكتاب ليبينه للناس، ومن ذلك الصلاة فرضها الله مجملة. كيف نصلي؟ نصلي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فعل، وكما أقر على ذلك، فنصلي على حسب ما جاء في السنة الصحيحة. وهذا فيه رد على الخوارج والجماعة اللي يسمون القرآنيين الآن، يقولون لا نحتج إلا بالقرآن ولا نحتج بالأحاديث. القرآن فيه مجملات، من اللي يفصلها؟ أنتم؟ ما يفصلها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إلغاء للسنة، وهو إلغاء للقرآن، لأنك إذا ألغيت تفسير القرآن ألغيت القرآن. ينبغي، يجب التنبه لهذه الدسائس وهذه المذاهب الهدامة، وإن كان أصحابها ينتسبون إلى الإسلام، لكن هم إما عن جهل وإما عن عناد وقصد ليهدموا الإسلام بهذه الأفكار. نعم. لأن الله سبحانه أمر بالصلاة في كتابه وفرضها على سبيل الإجمال، وفوض إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ما أجمله وبيان ما أطلقه. نعم، فرضها مجملة، فرض غيرها من الفرائض مجملة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من رد المتشابه إلى المحكم، والذي يقتصر على المجمل ولا يرجع للمحكم هذا زائغ. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالمجملات ويتركون التفصيل، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن وتبينه، فيرد المجمل والمتشابه إلى المحكم وإلى المبين. هذه طريقة الراسخين في العلم، ويشبه هؤلاء المخطئين من يدعي الاجتهاد وهو ليس من أهله. الآن يدعي الاجتهاد وهو ليس من أهله، إذا حفظ حديثا أو أحاديث أو اطلع على بعض الأحاديث يقول هذا الدليل وخلاص، دون أن يرجع إلى ما يفسره ويبينه، أو يكون هذا الحديث منسوخا، أو يكون هذا الحديث مطلقا ولا بد من تقييده، أو يكون لا بد من هذا. العلم ما هو يؤخذ باعتباط، يؤخذ بتعلم وبطرق معروفة عند أهل العلم، لا يهجم عليه هجوم. يكفي أنك تحفظ الأحاديث
أو الصحاح أو تحفظ السنن والصحاح وتحفظ، ما يكفي هذا يا أخي، وليس هذا هو العلم. الحفظ إنما هو وسيلة للفهم والفقه، ولا يتم هذا إلا بالطرق الشرعية، الطرق العلمية المعروفة. بعضهم يقول يكفي إني أحفظ، يكفي إني أقتني كتبا وأطالع فيها، يكفي إني أستمع أشرطة. هذا ما هو التعلم، هذا يضر أكثر مما ينفع، هذا يضر أكثر مما ينفع. نعم. والله جل وعلا قال وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، هذه قاعدة. كما أن البيت لا تدخله إلا من بابه ولا تدخله من ظهره، كذلك العلم لا تدخله إلا من أبوابه، لا تدخله من ظهوره. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، اتقوا الله لعلكم تفلحون. فتؤتى الأمور من أبوابها. نعم. لأن الله سبحانه أمر بالصلاة في كتابه وفرضها على سبيل الإجمال، وفوض إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله فرض الصلاة ليلة المعراج على رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضها وأوجبها وأمر بها في القرآن، ووكل بيانها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنزل جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يأتم بجبريل، وبين للأمة صلى الله عليه وسلم أحكام الصلاة. نعم. وفوض إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ما أجمله وبيان ما أطلقه، وقد كان جبريل عليه السلام أقام الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة أسري به، والناس يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يأتمون برسول الله، والرسول يأتم بجبريل عليهما السلام. هكذا الصلاة تؤخذ من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. أما الذي يصلي مخالفا لبيان الرسول ويقتصر على فهمه هو، فهذا ضال، هذا من أهل الزيغ والعياذ بالله، الذين حذرنا الله منهم. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نتنبه لهذا الأمر. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله وتأويلا لكتاب الله. تأويلا يعني تفسيرا، التأويل يطلق ويراد به التفسير، وأما التأويل عند المتأخرين فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك، هذه يسمونها التأويل عند المتأخرين. أما المتقدمون فالتأويل عندهم هو التفسير، هو التفسير. نعم. فسنته صلى الله عليه وسلم هي التي فسرت القرآن وبينته. نعم. لا غنى عن السنة المطهرة لأنها تفسر القرآن، فالذين يلغون السنة كالخوارج وغيرهم ومن يسمون بالقرآنيين الآن، هؤلاء أهل الضلال والزيغ، احذروهم، لأن السنة تبين القرآن وتفسره. نعم. سنته صلى الله عليه وسلم هي التي فسرت القرآن وبينته ودلت على معناه وعبرت عنه. نعم، هذه سنة الرسول مع القرآن، بينته وفسرته ودلت على معناه، هذا موقف أو هذا مقام السنة من القرآن. نعم.
والفعل إذا خرج منه امتثالا لأمر وبيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبين، فتكون الصلاة فعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا وتفسيرا للقرآن فإنه يجب اتباعه، يكون واجبا. الأصل أن أفعال الرسول تدل على الاستحباب، وأما إذا فعل الرسول شيئا يفسر به القرآن ويبين به القرآن فإنه يكون للوجوب لا للاستحباب. نعم. والفعل إذا خرج منه امتثالا لأمر وبيانا لمجمل، إذا خرج منه امتثالا لأمر فهو يدل على الوجوب، الفعل يدل على الوجوب. نعم. إذا خرج منه امتثالا لأمر وبيانا لمجمل، وبيانا لمجمل تفسير للقرآن يجب العمل به، ولا يقال أفعال الرسول تدل على الاستحباب مطلقا، لا. نعم. والفعل إذا خرج منه امتثالا لأمر وبيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبين. نعم، حكمه حكم ذلك الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. فتكون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين. نعم، تكون الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التي فرضها الله وكتبها على المسلمين، فيجب امتثالها ولا يقال هذه مستحبات فقط. نعم. فتكون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً، يعني فرضاً، كتاب الفرض، كتاباً موقوتاً. فصلاة الرسول كتاب، بمعنى أنها مفروضة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه حين بعثهم إلى قومهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه، شاب من شباب الصحابة، جاء ومعه جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجلسوا عنده يتعلمون عنده العلم ويعرفون الفرائض، مكثوا عنده مدة، ثم أمرهم بالذهاب إلى قومهم، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه، فقالوا: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يدل على الوجوب، أنه يجب أن نصلي على الصفة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك، وهذا ليس خاصاً بمالك ابن الحويرث وجماعته، وإنما هو أمر لجميع الأمة، يجب عليها أن تصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما صلى فلان وعلان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه حين بعثهم إلى قومهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وعن نعم. سهل بن سعد أن نفراً جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لأعلم من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ولتعلموا صلاتي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يخطب إلى جذع، يستند، يجعل يده عليه وهو يخطب، ثم عُمِل له منبر من الخشب، عُمِل له منبر من الخشب، عمله له نجار
في المدينة، فجعل يخطب عليه عليه الصلاة والسلام. وفي ذات يوم جاء حضرت الصلاة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر واستقبل القبلة وكبر بهم في الصلاة وهم يصلون خلفه، ثم لما جاء وركعه على المنبر، ثم لما جاء السجود نزل، تأخر القهقرى ونزل وسجد على الأرض، ثم صعد للركعة الثانية على المنبر مثل ما فعل الركعة الأولى إلى أن أكمل الصلاة. ثم بيّن لهم أنه فعل هذا لأجل أن يتعلموا منه الصلاة ويقتدوا به، لأنه إذا صار على المنبر رأوه أكثر مما لو كان على الأرض. فهذا من تمام البيان منه صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام البيان منه صلى الله عليه وسلم، وقال لتعلموا صلاتي. واستدل به العلماء على أن الارتفاع اليسير للإمام لا يضر، مثل درجة المنبر، إذا كان الإمام أرفع من المأمومين ارتفاعا يسيرا فهذا لا يضر، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم. وهذا دليل على الاهتمام به في صفات الصلاة. نعم، على الاهتمام بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، ما تأخذ الصفة من اختيارك أنت ولا استحسانك أنت أو من فعل فلان وعلان، لما تأخذها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم، في أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم. وهذا دليل على الائتمام به في صفة الصلاة، ويعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل مثله. نعم، هذا دليل على الائتمام به، يعني الاقتداء. الائتمام معناه الاقتداء، فالمأموم يقتدي بإمامه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إلى آخر الحديث. فالمأموم يقتدي بالإمام، والأمة تقتدي بإمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله في الصلاة أو أمر به أو فيما أقر عليه، تقتدي بذلك، هو إمام الأمة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يريد بذلك أن يحفظوا صلاته ويعقلوها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يليه في الصف، يكون قريبا منه، أولو الأحلام يعني العقول، يخرج الصبيان، والنهى أولو الأحلام والنهى أهل العقول، من أجل إيش؟ من أجل أن ينقلوا صلاته صلى الله عليه وسلم فيبلغوها للأمة، ولا يكون أمامه ناس لا يعقلون أو ناس صغار، أو بل يكون أمامه من يتلقون عنه ويفقهون منه ويبلغونه للناس. نعم. وهذه الأقوال نصوص منه في أن الأمة مأمورة أن تصلي كصلاته. هذه النصوص هذه تدل على أن الأمة مأمورة بأن تصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال أحاديثه الواردة الصحيحة، من أقواله وأفعاله وتقريراته في الصلاة. نعم. على أن القاعدة الكلية أن أمته أسوته في الأحكام ما لم يقم دليل التخصيص. على أن القاعدة الكلية من قواعد الدين أن الأمة تتأسى به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين عامة وفي الصلاة خاصة، هو القدوة صلى الله عليه وسلم. والأصل أن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عام، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، ما دل الدليل على اختصاصه خصص به، وأما ما لم يدل دليل على تخصيصه بالرسول فالأمة تتأسى به فيه. نعم، هذه قاعدة عظيمة. الأصل أن الأمة تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصلاة وفي غيرها، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقتدى به فيه لأنه خاص. نعم، الرسول له خصائص كثيرة. نعم. وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله. أجمعت الأمة إجماعاً قطعياً، أجمعت الأمة بعلمائها على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم، أجمعت. وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله. إلى الرجوع في صفة الصلاة، يعني كيف تؤدى الصلاة، إلى فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته، هذا إجماع من الأمة، ولا يرجعون إلى فلان وعلان أو إلى الجهال أو إلى المتعالمين أو إلى المجتهدين في الطاعة من غير دليل، لا، قدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة الصلاة إلى فعله إما وجوباً أو استحباباً، وأن نعم، لأن فعله الأصل فيه الوجوب كما سبق، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب فيحمل على الاستحباب، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. نعم. وأن هذا من الأفعال التي يشترك فيها هو وأمته. نعم، لأن هناك أفعال عامة له وللأمة، وهناك أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم كما سبق. نعم. وأن هذا من الأفعال التي يشترك فيها هو وأمته، وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة، يأتي ما يحتاج إليه منها في أثناء الباب. وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة. جاءت الأحاديث بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة من وجوه كثيرة، ويقتصر منها على ما يقيم الصلاة، على ما يقيم صفة الصلاة ولا تصح إلا به، وأما المكملات فهذه إن حصلت فبها ونعمت، وإلا فالصلاة تصح بدونها. ما كل الأحاديث يجب أن تطبق في الصلاة، ما هو كلها، إنما يطبق في الصلاة ما يرجع منها إلى كيفية الصلاة وهيئة الصلاة، وأما ما يكون من المكملات فهذا طيب ومكمل، وإذا لم يحصل فإن الصلاة تصح. نعم. قد جاءت الأحاديث، لأن الصلاة على قسمين، صلاة كاملة وصلاة مجزئة. الصلاة الكاملة هي المشتملة على الشروط والأركان والواجبات والسنن، هذه الصلاة الكاملة مشتملة على الشروط والأركان والواجبات والسنن، هذه كاملة. والصلاة المجزئة هي المشتملة على الشروط والواجبات، هي المشتملة على الشروط والأركان والواجبات، وأما السنن فليست بلازمة، هذه مجزئة، صلاة مجزئة. نعم. وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من وجوه كثيرة،
يأتي ما يحتاج إليه منها في أثناء الباب. ما يحتاج إليه منها في صفة الصلاة التي لا بد منها. كل حديث في موضعه، ما جاء في القراءة، ما جاء في القيام، ما جاء في الركوع، ما جاء في السجود، ما جاء في الجلوس، هذا يأتي مفصلا. نعم. مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر؟ هل نقف عند هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص، يقول: فما المراد بذلك، وهل من تمثيل لهذه الخصائص؟ خصائص كثيرة، وهي مستوفاة ألف فيها العلماء كتبا تسمى كتب الخصائص، تراجع منها. مثلاً زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4، هذا من خصائصه. ومنها وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فإنه يستحب لها قيام الليل، وليس واجباً. نعم. بفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي معنى التأويل عند المتأخرين، هل معناه صرف معنى اللفظ عن ظاهره بدليل أو بلا دليل؟ بلا دليل باطل، اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل صحيح أنه ليس على ظاهره وأن له معنى آخر غير ما يظهر منه. هذه القاعدة، تأويل المتأخر على قسمين: تأويل الذي له دليل صحيح، هذا صحيح. التأويل الذي ليس له دليل صحيح، هذا باطل. مثل تأويلهم الصفات عن ظاهرها، هذا ما عليه دليل، فهو باطل، تأويل باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب؟ هذا قلنا أن الأصل هي الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه للاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الناس اليوم يصلي وهو مشغول البال، وربما لا يدري ماذا قرأ إمامه، فهل هذه الصلاة مقبولة أم أن عليه أن يعيد؟ هذه الصلاة مجزئة في الظاهر، لا يؤمر بالإعادة، ولكنه ليس له فيها ثواب إلا ما حضر فيه قلبه، قد يحضر قلبه فيها كلها فيحصل على الأجر الكامل، قد يحضر قلبه في بعضها فله بعض الأجر، قد لا يحضر قلبه فيها كلها، هذا ليس له أجر، ينصرف من صلاته بلا أجر، لكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السبيل الأمثل في التوبة لمن ضيع الصلاة وعمل أعمالاً كفرية وأكل حقوق الناس وأموالهم وهو لا يستطيع ردها هل يستره الله يوم القيامة إذا تاب توبة نصوحة؟ التوبة مقبولة في كل الأمور، حتى في الشرك والكفر، إذا تاب منه تقبل الله توبته. وجميع الذنوب الله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والتوبة على قسمين: توبة في حقوق الله، فهذه الله جل وعلا يقبلها ويعفو عنه، وتوبة عن حقوق المخلوقين، فهذه لا بد من رد حقوق المخلوقين إليهم. مع التوبة يرد المظالم إلى أهلها، لا بد من هذا، أو يطلب منهم المسامحة، إذا كان لا يقدر يطلب منهم المسامحة، فإذا سمحوا له بها سقطت عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام راكعاً، فهل لي أن أركع قبل دخولي في الصف ثم أدب راكعاً؟ لأنه قد ورد هذا عن أكثر من واحد من الصحابة. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما فعله أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصاً ولا تعد. فنهاه عن العودة لمثل هذا، وقالوا: امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. فليس فيه عجلة، إذا وصلت إلى الصف كبر وادخل في الصلاة، قبل أن تصل إلى الصف لا، لا تدخل في الصلاة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا أعلم كما يقول السائل، أنا ما أعلم ما يقوله السائل أنه ورد عن كثير من الصحابة، ما أدري، لكن هذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل العمدة في الصلاة هو حديث المسيء صلاته، هل يكون مقتدياً ومصلياً صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث ليس فيه بيان لكامل الأركان ولا الواجبات لكاملها كما هو المعروف من مذهب الأحناف؟ يقول: هذا حديث المسيء فيه بيان الصلاة المجزئة، فيه بيان الصلاة المجزئة، وأما الصلاة الكاملة فهذه لا بد من الرجوع إلى الأحاديث الأخرى الواردة في الصلاة وتضاف إلى حديث المسيء لتتكامل صفة الصلاة الكاملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام ومجتهد مطلق أم أنه مجتهد في المذهب؟ وهل هناك فرق في الفقه والعقيدة بالنسبة إليه؟ الإمام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم هؤلاء حنابلة، ابن تيمية حنبلي وابن القيم حنبلي، وابن حجر شافعي، ابن عبد البر مالكي، هؤلاء تابعين لمذاهب أئمتهم، لكنهم يعملون بالدليل، ما ترجح عندهم بالدليل عملوا به ولو لم يكن من مذهب إمامهم، لكن في الأصل هم يتبعون إمامهم ما لم يتبين لهم دليل يخالف قول إمامهم. هذه قاعدة عند ابن تيمية وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا: التحيات لله والصلوات والطيبات. ولا يمنع أنك إذا أخذت بالدليل في بعض المسائل أنك ما تكون حنبلي أو ما تكون مالكي أو ما تكون شافعي، ما يمنع هذا. هم رحمهم الله يقولون: خذوا بالدليل ولا تقلدونا، فما يمنع هذا أنك حنبلي وتأخذ بما قام عليه الدليل ولو من غير مذهب الحنابلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا: التحيات لله والصلوات والطيبات في التشهد، هل صحيح أن التحيات اسم لطائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات؟ هذا مزين، الله أعلم، ما أدري من اللي مزينه. تحيات التعظيمات، تحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أحد المساجد الذي يقف خلف الإمام الذين يقفون خلف الإمام هم من الذين في عقولهم خفة ولا يجدون أداء الصلاة، وهم دائما يأتون مبكرين ويجلسون خلف الإمام ولم يكلمهم أحد من الجماعة مراعاة لنفسياتهم، هل لنا، يقول، أن نؤخرهم عن هذا المكان عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ أنتم المفرطون، لماذا لا تتقدمون؟ تتركون المجال لهؤلاء، أنتم المفرطون. الرسول حثكم على التقدم، قال: تقدموا فأتموا بي،
وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فأحرصوا على التقدم بارك الله فيكم، كونوا خلف الإمام، خذوا أماكنكم خلف الإمام، تقدموا. هذا الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنك تجلس في بيتك وفي أمورك ثم تأتي آخر الناس وتبي توخر الناس عن أمكنتهم، لا، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأمور التي في الصلاة كإسدال اليدين أو وضع اليدين تحت السرة ونحو ذلك، نعم، بعض الأمور التي تحدث في الصلاة كإسدال اليدين أو وضعها تحت السرة ونحو ذلك، هل فعلها مثلاً أو تركها يعتبر مخالفاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف للكمال، ما هو مخالف مخالف للكمال، هذه سنن، إن جاءت فها أكمل للصلاة، وإن لم تأتي فالصلاة صحيحة والحمد لله. فلا ينبغي لنا نتشدد في هذه الأمور، قبض اليدين أو إرسال اليدين، أو هذه أمور مكملة ولا نتنازع فيها ونتعادى يهجر بعضنا بعضا، ما يجوز هذا. وأما وضع اليدين تحت السرة فهذا ورد فيه دليل يا أخي، هذا ورد فيه دليل، فهو من السنة أيضا، لكن الأولى أن يضعها على صدره، هذا هو الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل شرح لكتاب العمدة، وما أفضل كتاب خاص بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في كتاب الخصائص أظنه للسيوطي، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعرفه، فيه غيره لكن ما يحضرني الآن. وأما أفضل كتاب في شرح العمدة أنا لا أدري، ما أحطنا بالشروح ولا أدري، لكن هذا الشرح اللي هو بين أيدينا هذا لو تم فهذا عندي أنه من أحسن الشروح، كما ستجدونه إن شاء الله في أثناء قراءته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أن ذلك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لكي يعلم أمته، أما الأئمة الآن فيجوز أن يليهم غير أصحاب الأحلام والنهى؟ العلماء من أتباع الرسول وهم ورثة الأنبياء، فإذا كان الإمام من العلماء فإنه يكون أولو الأحلام والنهى قريبين منه ليتعلموا منه، لأنه وارث للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القرب من الإمام مطلقا سواء من العلماء أو من غيرهم، القرب من الإمام فيه فضل عظيم، يقرب من الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيضا الإمام لو يحتاج في صلاته إلى من يخلهه، لو عرض له شيء، لو أغلق عليه القرآن يحتاج إلى قارئ يعني يفتح له القراءة، يحتاج إلى من هو أهل لذلك قريب منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لدي أولاد آمرهم بالصلاة ولكنهم يتأخرون وأحياناً يصلون في البيت، يقول فهل أعذر بذلك؟ لا، اصبر عليهم ولا تروح إلا وهم معك، اصبر عليهم يومين ثلاثة شهر هم يتعلمون ويتعودون هذا الشيء، أما إذا تساهلت معهم شافوا منك تساهل وترك فإنهم سيزيد عليهم الكسل. احزم يا أخي، احزم معهم لو تعبت أول الأمر. نعم. وهذا حفظك الله سؤال مشابه، يقول إن لي ولدا يجمع الثلاث صلوات في وقت واحد وقد عجزت عن إيقاظه من النوم ونصحه، فماذا أصنع؟ عليك بمجاهدته، وجمعه للصلاة ما يجوز ولا تصح، ما تصح منه الصلوات هذه، كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة في وقتها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها، فلا بد من أن تصبر عليه وأن تلزمه بالصلاة إلزاما ولو بالضرب
كما قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها بعشر، فما دام انه في بيتك فهو تحت سلطتك وانت مسؤول عنه وهو من رعيتك، اصبر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معناه ان هناك اناسا يصلون ولا يصلون؟ وما المراد بهذا الحديث ان ثبت؟ لا أدري، ما مر علي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلى أحد أئمة المسجد، صلى أحد أئمة المساجد بالناس وهو في الدور، صلى أحد أئمة المساجد بالناس وهو في الدور الأرضي من المسجد، والمأمومون كلهم في الدور الثاني بسبب بعض الصيانة في المسجد، وعذره أن أسلاك المكبر لا تصل إلى الدور الثاني، فما حكم صلاتهم وقد صلى بهم عدة فروض على هذا الحال، الإمام وحده في الدور الأرضي والبقية بقية الجماعة كلهم في الدور الثاني؟ لا بأس بذلك، لكن يكون معه، لازم يصلي معه واحد على الأقل أو اثنين، ما يكون وحده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد أصلي الفجر بالجماعة مبكراً. نعم. أنا إمام مسجد أصلي الفجر بالجماعة مبكراً وأطيل القراءة حوالي 60 آية من المفصل. كثير من جماعة المسجد يقولون لي أن أشرع في الصلاة قبل طلوع الفجر، وأن أجعل بين الأذان والإقامة 15 دقيقة، يقول فبماذا تنصحوننا في ذلك؟ إذا كان الأذان على الوقت على التوقيت فأنت تتأخر على قدر الحاجة، 15 دقيقة، نصف ساعة، ثلث ساعة، على حسب الحاجة، حاجة الجماعة. أما إذا كان الأذان قبل الوقت فلا تصلي عليه. يجوز الأذان الفجر قبل الوقت لإيقاظ الناس، ولكن لا يصلى عليه الفريضة حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. وأما قراءتك بالستين أو 70 إلى 100 هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن القراءة تختلف. بعض الناس يقرأ 5 آيات يتعبك إتعاب، يمطط ويكرر ويقطع. في القراءة بعض اللي يتعلمون القرآن الآن يبي يتعلمون ولا عرفوا، مثل الغراب اللي بيمشي مشية الحجلة ولا وترك مشيته وضاع بين المشيتين. فالقراءة تختلف، يعني أحد يقرأ 100 آية ولا تشعر ولا تمل من قراءته، بل ودك يطول. وهنا أحد يقرأ 5 آيات تموت من الاستماع له. فالقراءة لا بد أنك تراعي قواعد القراءة، ولا بد أنك أيضا ما تثقل على المأمومين، تقرأ قراءة متوسطة ومجودة لا بأس، لكن متوسطة. الناس يسرف بالمدود، يسرف في الغنة، يسرف في أحكام التجويد حتى يثقل على المأمومين، ولا يكمل الآية، يعجز مثل المنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يقطع الآية ويقف ثم يكررها مرة ثانية. هذا ما هذا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. خير الأمور أوساطها يا إخوان. نعم. جملوا القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم وقراءتكم، أحسنوا الأداء، شوقوا الناس إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام الذي لا يقرأ سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة محتجاً بالتخفيف على المأمومين، هل له حق في ذلك؟ مثل ما ذكرت لكم، ما هو بالتطويل من قراءة السجدة والإنسان، التطويل من نوع قراءة الإمام. قد يقرأ السجدة كاملة ولا يشعرون بالملل، وقد يقرأ بعض السورة ويعني يتمنون أنه يسلم بس من ثقل قراءته. هذا يرجع إلى قراءة الإمام ونوعيتها. نعم. وهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمامنا
يوكل شخصا يلحن في قراءته، وفي بعض الأحيان هذا الوكيل يقرأ من المصحف في الفريضة، وهناك من جماعة المسجد من هو حافظ للقرآن، فما حكم فعل إمامنا؟ وهل فعل هذا الوكيل وقراءته من المصحف في الفريضة جائز؟ لا يجوز له أن يوكل من لا يحسن القراءة، لا يجوز له هذا، لا يوكل إلا من يحسن القراءة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. فنبهوه على هذا، نبهوه على هذا. فإن أبى عندكم مرجع يا أخي، روحوا لوزارة شؤون المساجد واذكروا له هذا الفعل، المسؤولين عن المساجد هم الذين يحضرونه وتفاهمون معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمتنفل المسافر أن يصلي وهو يقود السيارة؟ في صلاة الليل لا بأس، صلاة الليل هو اللي ورد، أما كل صلاة ما أدري. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصعود على المنبر للخطيب يعتبر سنة؟ وما الضابط في ارتفاع المنبر حيث هل نرى؟ إيش؟ هل إيش؟ هل الصعود على المنبر للخطيب يعتبر من السنة؟ نعم بلا شك، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أنه يبلغ الناس، لو يخطبهم ما يشوفونه ما يبلغهم، بخلاف ما إذا كان مرتفعاً ويرونه. نعم. ويقول حفظك الله، وما الضابط في ارتفاع المنبر حيث نرى في بعض المساجد منابر مرتفعة جداً؟ لا هذا ما يصلح، ارتفاع المنابر ارتفاعاً كثيراً، وهذا ورد أنه من علامات الساعة، ورد أنه من علامات الساعة رفع المنابر أكثر من الحاجة. ارفع المنبر قدر 3 درج 4 درج لا بأس، أما الارتفاع اللي يصير الإمام ما يرى من الارتفاع كأنه طائر هذا ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لقد سهى الإمام وقام إلى ركعة 5 في صلاة الظهر، بعض المأمومين جلس ولم يتابعه، وقال عندي دليل أنه إذا سهى الإمام فقام إلى 5 أنني أجلس ولا أتابعه، فهل قوله صحيح؟ نعم هذا هو الصواب، من علم أنه قام إلى زيادة لا يجوز له أن يتابعه، تبطل صلاته لو تابعه وهو يعلم أنها زائدة بطلت صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قال في صلاته الله أكبر قالها مرتين في القيام أو في الركوع، هل تعتبر صلاته باطلة إذا كررها؟ لا يجوز التكرار، الركن لا يكرر مرتين فلا يكرر، هذا ربما عنده وسواس ويترك الوسواس ولا يفتح المجال على نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت المسجد والإمام ساجد فهل أنتظر حتى يقوم من سجوده أم أدخل معه؟ من الأفضل تدخل معه حتى تحصل على الأجر ولا تتأخر تحرم نفسك من الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كسرت يدها وصلت 2 وهي لا تمسح على الجبيرة وعلمت اليوم، فهل تعيد الصلاة منذ 2 أم أنها معذورة بالجهل؟ لا ما هي معذورة، الطهارة ما يعذر فيها بالجهل، ما يسقط الواجب بالجهل، فلا بد أنها تعيد الصلاة، الله يعينها على هذا لأنها ما كملت الطهارة. نعم. لماذا لم تسأل يا أخي؟ المشكلة أن الإنسان ما يسأل، عنده العلماء، عنده طلبة العلم، عنده التلفون والجوال ولا يسأل، هذه مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد تؤخر إقامة صلاة المغرب إلى 1/2 ساعة تقريبا، فهل يجوز هذا؟ وما الأفضل بالنسبة لصلاة المغرب؟ الأفضل أن يبادر بها في أول الوقت، هذا الأفضل، ولا تؤخر إلا لعذر، إذا كان هناك عذر يجوز تأخيرها إلى يعني داخل الوقت، تأخيرها داخل الوقت ما هو بإخراجها عن الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس الآن يهجر إخوانه ويبدعهم على صلاة التهجد والزيادة على 11 ركعة، فهل موقفهم صحيح؟ هذا جهل، هذا يجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل وقال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا معينا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن ما هي صفة صلاة الرسول في التهجد؟ ما تطيقونها، لا أنتم ولا أنا ولا أحد، ما يطيق صلاة الرسول في الليل أحد. حتى حذيفة صلى معه وهم بالجلوس لطول صلاته صلى الله عليه وسلم، قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام. بعض الناس يقول الرسول ما زاد على 11، نعم صل مثل صلاة الرسول ولا يخالف، أما أنك تأخذ العدد وتنقر الصلاة بربع ساعة أو خمس دقائق وتقول هذا فعل الرسول، ما هو هذا فعل الرسول. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن نطيق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقتدي به بحسب استطاعتنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا القول وهو أن الصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة؟ نعم، كل المسلمين الحمد لله أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في العقيدة، إنما يختلفون في المسائل الاجتهادية، والعقيدة ليس فيها اجتهاد، العقيدة توقيفية ليس فيها اجتهاد، فليست مجالاً للاختلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وهكذا حاله؟ نعم، يذنب، إذا أذنب يتوب، يكرر التوبة، كل ما أذنب يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس يقول أنا مالي توبة أنا كررت، لا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فيكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله، يأتيه الشيطان يقول له مالك توبة تكرر ولا تستحي، تكرر التوبة تكرر الذنب وبعد تتوب مرة ثانية، ما يصلح، يقول له الشيطان كذا، لا يطيعه، يتوب إلى الله ويجزي. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن الذنوب تمنع من الرزق؟ نعم، ورد أن الرجل يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، ما في شك، عقوبة له، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إدخال الشاشات في المساجد لغرض عرض مواعيد الدروس والمحاضرات التي تقام في هذا المسجد؟ ما يشغل المصلين لا يجوز، ألا يدخل فيه، الكتابة على الجدران ما تجوز، والشاشة أشد من الكتابة على الجدران، والنقوش في الجدران لأن تشغل المصلين، الأوراق ما تلصق على جدران المسجد من الداخل لأن تشغل المصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في عدة الوفاة وتسكن الباحة وعندها مواعيد في مستشفى في الرياض، سؤالها هل يجوز لها أن تسافر إلى الرياض لحضور مواعيد المستشفى وهي ما زالت في العدة؟ عندها مستشفى في الباحة والحمد لله، مستشفيات منتشرة، أتراجع المستشفيات التي في الباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توفي أحد أقاربي قبل مدة يسيرة وبعد وفاته. نعم. توفي أحد أقاربي قبل مدة يسيرة وبعد وفاته أراد شخص أن يرسل لنا مبلغاً من المال لغرض شراء ذبيحة وتوزيعها على الفقراء، فهل هذا الفعل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح
فماذا نفعل بهذا المال الذي أتانا لأجل هذا الغرض؟ تصدقوا به، تصدقوا بالدراهم. الصدقة مطلوبة عن الميت، دراهم أو طعام أو كسوة أو ما هو لازم الذبيحة. الذبيحة يدور حولها شك وشبهة إنها مذبوحة للاعتقاد أو ما أشبه ذلك. وزعوا دراهم، وزعوها دراهم، ولا ردوها عليه وقولوا أنت وزعها دراهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ الفوائد في البنوك الإسلامية؟ والله ما أعرف أنا بنوك إسلامية في هذا المعنى. الاسم موجود لكن هل هي إسلامية؟ الله أعلم، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قمت بالاشتراك في التأمين الصحي لزوجتي. نعم. قمت بالاشتراك في التأمين الصحي لزوجتي ثم علمت بحرمته ولم أستطع استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة، فهل لي أن أنتفع من التأمين بقدر المبلغ الذي دفعته؟ بقدر المبلغ ما صار، إذا أنك تنتفع بقدر المبلغ ولا تزيد عليه لا بأس في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقع طلاق الحائض والنفساء؟ نعم. هل يقع طلاق الحائض والنفساء؟ هذا يراجع فيه المحكمة، هذا ما هو محل الفتوى في الطلاق، أن الطلاق يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى استنطاق المطلق والظروف المحيطة به، أو الطلاق بس على طول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قال أحد غلاة الصوفية: أنتم كفرتمونا ونحن نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون، يقول: كيف نرد على هذه الشبهة؟ إذا كان ما عندهم شرك صلاتهم مقبولة إن شاء الله، ما إذا كان عندهم شرك وعبادة للأولياء والصالحين وذبح للأموات استغاثة بالأموات فهم وإن صلوا صلاتهم غير صحيحة، قولوا لهم كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيارة غار حراء من أجل النظر فقط والمشاهدة له؟ لا داعي لهذا، ما كان الرسول يذهب إليه بعد البعثة، ذهب إليه قبل البعثة لحاجة فقط، لأجل يختفي عن المشركين، تفرغ للعبادة، ولم يكن يذهب إليه بعد البعثة لزوال الحاجة، فلا يذهب إليه، ولا حاجة إلى أنك تصعد جبل مرتفع تنقطع بعضهم يموت في أثناء الصعود، فلا داعي لهذا، ما كلفك الله بهذا. نعم. وإذا رحت راحوا الناس معك وقالوا زاروا فلان وفتحت باب للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي أهلي يشتغلون في جهة حكومية. نعم. يقول: أهلي يشتغلون في جهة حكومية وينتهي دوامهم قبل أذان العصر بعشر دقائق، وعندما أخذهم إلى البيت فمسافة الطريق تصل إلى نصف ساعة، ولا أصل إلى المنزل إلا وقد قضيت صلاة العصر، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ صلوا في أقرب مسجد إليكم وأنتم في طريقكم، صلوا في أقرب مسجد إذا عندكم مسجد، إذا ما عندكم مسجد صلوا في الطريق، انزلوا صلوا على حافة الطريق أنت وياهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قوله سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما معنى هذا التجلي؟ وهل من فسره بنور الله تفسيره صحيح؟ الآية فيها تجلى ربه، ليش نجيب إضافة نقول تجلى نوره؟ تجلى ربه تجليا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والله أراد أن يبين لموسى أنه لا يطيق رؤية الله في الدنيا. الجبل ما ثبت، الجبل الراسي ما ثبت لما تجلى الله له، فكيف يتجلى للآدمي في الدنيا؟ هذا في الآخرة، يا الله يعطي المؤمنين قوة على رؤيته سبحانه وتعالى ليكرمهم بذلك، تقر أعينهم بربهم. وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله، ما يستطيع الناس أن يروا الله عز وجل،
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ الزكاة لقضاء الدين؟ نعم، إذا كان معسر ولا يستطيع سداد الدين وهو مطالب به، حال مطالب به، فإنه يأخذ من الزكاة لا بأس، لأنه من الغارمين. الله جل وعلا جعل من أصناف أهل الزكاة الغارمين، وهذا غارم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: لقد سمعت أن رفع المرأة لشعرها على مقدم الرأس ولمه بحيث يصير كالقبة أو كالتاج تجملا للزوج أو المحارم، أن هذا يدخل في حديث كأسنمة البخت، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، والله ما فيه تجمل، هذا بل فيه تشويه، والله ما فيه تجمل، وإنما زينه الشيطان فقط، فعليها أن ترسل شعرها وتهذبه وتجمله ذوائب أو جدايل، وأما جمعه حزمه فوق الرأس مثل حزمة حطب هذا ما يصلح، وله من التجمل، هذا من التشويه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية ثم إعطاؤها للفقراء أو صرفها في المرافق العامة؟ لا يجوز أخذها، لكن من تاب من الربا وعنده مال مجتمع من الربا يتخلص منه، يضع في مشروع نافع، يضع يعطيه محتاجين لا بأس، من باب التخلص ما هو من باب الصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القسم والحلف بآيات الله فيقول: أقسم بآيات الله؟ إذا كان يريد الآيات المتلوة فلا بأس، لأنها من كلام الله، وأما إذا كان يريد الآيات الكونية هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، حلف بالجبال، الجبال من آيات الله، الشمس والقمر من آيات الله مخلوقة، فلا يحلف بمخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن من السنة خلع النعال عند المشي بين القبور؟ إذا كان يؤذي القبور نعم، إذا كان يؤذي القبور يطأ عليها فلا يلبس، أما إذا كان ما يؤذي القبور والأرض فيها حصى وفيها شوك يلبس النعال لا بأس. نعم، بس ما يؤذي القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص في يده جبيرة واليد الأخرى فيها المغذي، وعند الصلاة يتيمم فقط، علما بأنه إذا احتاج إلى الغسل للنظافة فإنه يغتسل ويضع على الجبيرة عازلا للماء، هل تيممه صحيح أم يلزمه الوضوء وأن يمسح على الجبيرة؟ هذا حسب الاستطاعة، إذا كان يستطيع الوضوء بالماء فيتوضأ، أما إذا كان عليه مشقة أو لا يستطيع فهو يتيمم. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، فجعل الله من الأعذار المبيحة للتيمم المرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المحلات التجارية تعطي عملاءها بطاقة اشتراك بحيث إنه إذا اشترى من عندها يعطى نقاطا يمكنه فيما بعد الاستفادة من هذه النقاط بهدايا أو مشتريات مجانية من هذه المحلات أو من غيرها، فما حكم ذلك؟ هذا أكل للمال بالباطل، يشتري أغراض ويسلم الثمن ويمشي ولا يربط نفسه مع هالخرابيط وهال، هم يريدونك تجي مرة ثانية، هذا باطل لك، مصالحهم هم ما هم مصلحك أنت، اترك هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الرقاة يقرأ في سره، وربما أنهم يزودون ثمن الجائزة ذي من السلع اللي تشتريها، يضيفونها، ما هم سايجين شيء من عندهم أبد، يضيفونها عليك وأنت ما تدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الرقاة يقرأ في سره على بعض المرضى أبياتا من الشعر بدلا من تلاوة القرآن، ولا يخفي حتى تلاوة القرآن، ما يخفيها يظهرها، لأن لا يدس شيء ما لا يجوز، لا بد يتكلم يتلفظ يسمع. نعم. يقول حفظك الله، يقول: قصده من ذلك ليكشف على المريض. ما في الرقية شعر أبد، هذا من الشيطان، الرقية ما فيها شعر، فيها آيات وفيها أدعية شرعية
ويسمعه الحاضر، ما يخفي شيء يدغمه. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.